إديسيون مداد تقدم لكم الشيخ المغراوي مع الشيخ عبد القادر بغوف ولا تيارتي في هذا الفصل المعروف التيارة زينة والمناج في الجبل. لكن المغراوي يقول أثنية زينة وجمال مداد في ساحل الجبل. لا تهم يا قلبي من انسان انساه وما لك متروع مقبط نشان. آه واللي ما فهمك هناك له ترطى معاه وتصمات الخلطة كتق الحسان. سلطان الغابة ما يدرش الفضل عشاه وما يقول هو لو يبات جيعان. النفخة النفخة خرم الطعام والذلاه ومن لا شرب قدره للسعين هان. آه ومن يعشق في هذا الجيل غير ربي بلاه وعارف يحلق روحه بغير تقمان. يا لطيف جيلنا قصعيب مخروب وزاد خريب راح تهدان. قالوها أهلي الحكمة أرض السبخة ما جوج مبات على أرضه والسين المالح ما يروي العطشان. من في الدنيا وما صرت سلاك فيه وهاكي نعمل. يا سيني وعلاه تجبد بلايا وخلني يهديك راني متخبل. يا سيني نعيدك يا ابو خويا ونوريك وصاف في الجيل الهامل. بشي بشباب درنا المعصية على الخدعة والكذب في الجيل معول. ولا طلب لا طبيب يقرأ في آية وعملنا الجهل من قلة العقل. خلوني نبكي على الجيل الغدار يضحك لك بالسن والصدق يخبيه. ولو كان يصيب يدير لك في قلب النار اللي يخدع رد بالك تامن فيه. اروح الى الضيفة على وسط الدار يخزر للزوجة ويهدر بعينيه. تفرح اياه تقول لك ضروق خيار وهذا الراجل كل يوم عرض عليه. وانا نوصيك يا ولدي اللي نضغل نسالف عاد كبار. لا طلب لا طبيب للسم يداويه. انا شت العقاب حقرها الاطيار وولد الهامه كل يوم يهد عليه. خطره يجي حيف المنقار يبقى مسكين غير يذوبل في عينيه. ما صيب جهد ما لاقي قادر وقلت الشيخ خرجته من وطنيه. خط خويا كمال وناس وسالة اكلي والحسين موح بندرة السيد علي ومصطفى يا عرب الخضرية وناس البويرة كمال ميمي خطر جمال مداد حبيبنا وناس ريت الحد. قول يا مرة قاعد وحدك نحكي لك واللي يحرز فايدة ما زال يصيب. لا تمشي الدار يغرك وتأمن وتقول اليوم عندي واحد حبيب. ما تبقاش مخبلة ان شاء الله هتسلك ما تتطفر غير في اللي دار العيب. خاطر شيخنا بالخياط وربي يطلق سراحه والشاب عز الدين مطرب الشباب ربي يجيب السلاك ان شاء الله والله يطلق سراحه. قول ابو غوف انا قول